السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كده، هنخزن السلق بتاع القلقاس. يعني في اوقات كتير بيبقى تقعدي تدوري ما تلاقيش السلق ويبقى عندك القلقاس في التلاجة، فاحنا جبت حزمة قلقاس وجبت حزمة كزبرة، جبت حزمة قلقاس وحزمة كزبرة وغسلتهم كويس زي ما انتوا شايفين كده، وهنقطعهم وهنشوحهم على قد ان هما الايه، على قدك ان انت تطلعي الكيس بس هتحطيه في الشوربه. هنقطعه مع بعض كده وهنعمله، هنقطعه كده اهو زي ما انتم شايفين كده، انا بشيل العرق بتاعه ده اهو زي ما انتم شايفين اهو. يعني ممكن تعمليه لو عندك كبه هتعمليه في الكبه، ما عندكيش كبه هنضربه في الخلاط بشويه ميه، يعني كده ماشي وكده ماشي اهو. وممكن بقى تجيبي لو انت بقى بتستعملي سلق قلقاس كتير هتجيبي كمية كبيرة اهو. هنقطعه اهو زي ما انتوا شايفين، انا بشيل العرق ده كده اهو ورا. المهم ان انت تغسليه كويس، احنا بنيجي اصلا في في اوقات تقعدي تلفي على السلق ما تلاقيش السلق اصلا من بتوع الخضره، تلف كتير يبقى يعني عاوزه تعملي قلقاس وما تلاقيش الخضره بتاعته. انما احنا بنشيله مع تشيليه في الفريزر الكيس كده على قد الطبخه، بيوفر معاكي وحده وبيبقى موجود على طول. والكزبره بردك نفس النظام كده، هنقطعها ونعملهم كلهم في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده وممكن تخلطيه بالمخرطه اهي. قطعت الكزبره عليه، هقطع كله مع بعضه كده، حزمه كزبره خضراء اهي وعلى فكره ممكن كمان في طريقه تانية، ممكن تاخدي الخضار ده زي ما هو كده زي ما هو كده، تروح مدياله غلوة على الولعة بشوية مية صغيرين وتحطيه في التلاجة وتعمليه على قد الكيس، بس انا بحبه بعمله بالثوم، يعني يبقى الكيس جاهز كده على قد الطبخ. يعني دي طريقة ودي طريقة، يعني انت ممكن تجيبي الحاجة دي تاخديهم تشوحيهم على شوية مية في الحلة كده، ويا دوب تنزل المية بتاعتهم يتبلوا شوية كده وتشيلهم في التلاجة وتبقي تعملي التومه بتاعتها ساعه الطبيخ زي ما انتوا شايفين كده. هحط الخضره دي كلها كده في الخلاط، هضربها كده اهي واحط عليها شويه ميه عشان تمشي في الخلاط. عندك كبه اعملي في الكبه، ما عندكيش كبه هيمشي معاكي في الخلاط اهو زي ما انتوا شايفين كده. كزبره مع السلق وهضربها في الخلاط. زي ما انتوا شايفين كده انا ضربت الخضره كلها اهي زي ما انتوا شايفين كده في الخلاط اهي اهي، الكزبره والسلق مع بعض ضربتها في الخلاط مع بعض اهي. هنقشر بقى شويه توم حلوين كده عشان نعمل بيه هنعمل ايه، نقشر توم او لو عندك توم مفروم في التلاجة يعني الموجود عندك بقى هتعملي بيه اهو. حطينا توم ومع حطيت زيت ومعلقة سمنة بلد، وهنحمر التوم وهننزل عليه بالخضرة، هننزل عليه بالخضرة زي ما انتوا شايفين كده اهو التوم، وهنزل عليه بالخضرة اللي احنا عاملينها اهي. هتتحمر كويس، هوطي على النار اهي، حط بقيتها هحمرها كويس بقى وهنشيلها في اكياس تعمليها على قد الطبخة بالظبط اهو زي ما انتوا شايفين كده اهي.
هنحمرها كويس وهنشيلها بقى في الفريزر. يبقى كده معاك القلقاس بتاع السلق بتاع القلقاس معاكي جاهز على قد ايه الطبخه. تعملي كل كيس على قد الايه زي ما انت عاوزه اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنعلي عليه النار يا رب تكون الطريقه عجبتكم. لو عجبتكم شير ولايك. هنعبي هنحطها تحطي بقى كل كيس بقى على قد الطبخه فيها التوم بتاعها وفيها حاجتها على قد ان انت يا دوب تحطي القلقاس في الشوربه وتزوديه وخلاص على كده. مبياخدش كتير وتعبيه في الكيس بيفضل زي ما هو لونه اخضر ما بيغيرش وبتبقى جاهزة على قد الطبخة التوم بتاعها وكل حاجة. اهو خلصنا اهو القلقاس اهوت بالتوم وهنعبيه في اكياس. حطيه بقى تحطي في الكيس كده على قد الطبخة زي ما انت عاوزة اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا عاملة بس انا عشان مش عاملة كتير فعبهم في كيسين اتنين بس. عاملاهم بالتوم بتاعهم وكل حاجة اهو. يبقى كده خلاص خلصنا. يا رب تكون الطريقة عجبتكم اهو زي ما انتوا شايفين كده. ده كده على قد الطبيعي التوم بتاعها وكل حاجة اهو خلاص خلصنا كده. وتشيليهم في الفريزر. تشيليه في الفريزر على قد الطبخة على قد ان انت تطلعي وتحط على طول مع القلقاس. ويا رب الطريقة تكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.